بما انه الستات اكتر من الرجاله في طلب الفتاوى في القضايا الاخلاقيه بقى، الستات اكتر ولا الرجاله؟ يعني القضايا القضايا الاخلاقيه الأخلاقية اللي زي العلاقه بالخيانه، زي العلاقه باي قضيه، بالشك، بالسلوك، بالتحرش، ما هو أصل لا كل قضية هيبقى فيها طرفين. هيبقى طرفين صحيح. يعني احنا في لا ده مين التحرش اللي لا بيطلب السؤال؟ مين نعم اللي بيسأل لا اكتر، طب يعني الستات في ولا الرجاله؟ التحرش طبيعي لا تسأل المرأة يعني، وبعدين التجربة المؤلمة دي بتنتج عندها آلام اضطرابات كثيرة نفسية وأسئلة كتير، واضطرابات نفسية. آلام المرأة اللي كثيرة. بيتم التعرض، ان هي اللي بيتم التحرش بها، هو الراجل هو اللي بيتحرش وهو اللي عايز يعني يلاقي مبرر ان الست بص عشان لابسه ايه وكده. لا ده نوع آخر من المبررات الباطلة طبعا، بس ده ما بيسألش، ده ده ما يعني بيسألش. أنا عايز أقول الكلمة لكن ده شيطان راكبه، اللي هو بيقول طب ما هي أصلها لابسة، أصلها هي ايوه ويتناسى إن هو مسؤول، ويتناسى إن هو عليه واجب اسمه غض البصر، ويتناسى انه غض البصر و فده لا فده ده شرط شيطانه راكبه، أو هو ماشي ورا شيطانه، مش قضية إن هي مسؤولة أو كده. الأداب والأخلاق 2%. الأداب والأخلاق يعني إيه يا مولانا؟ فتاوى الأداب والأخلاق يعني يعني زي إيه؟ أكدب في الموقف ده ولا أعديها؟ يعني الفلوس اللي أنا خدتها دي تبقى حلال ولا حرام؟ يعني تزوغ من وهكذا. الشغل ولا أزوغ من أعمل إيه؟ الشغل كمان؟ لا دي بتيجي كتير أزوغ من الشغل؟ كتير كتير، مش يعني طب أسرق مثلا ما حاجة ممكن حد؟ ما يقولش زوج، هي فكرة ورايا مشوار هروح أقضيه ساعتين وأرجع مثلا، ده عايز بيقولها بالطريقة أصلا اللي حاطط يعني فيها التبرير من المعطيات الأول. اللي بيديها ما هي أزوغ طلعتها من هنا بقت وحش، مش لكن هيقول إن أنا مزوغ، هيقول عندي مشوار ضروري هذا، لازم عندي مصلحة، وانت عارف مصلحة، عندي ظرف، عندي ظرف. كلمات أخيرة دكتورة يعني عن الفتاوى ولجوء المصريين لدار الإفتاء. هو أنا زي ما قلت في الأول إن الدين مكون مهم جدا في تركيبة الإنسان، وإن هو دايما بيحب يديله مصداقية وتوثيق من الدين، ويجيب لنفسه مبررات من النصوص الدينية ومن دار الإفتاء، ودار الإفتاء طبعا مكتسبة مصداقية، ورجال الدين ليهم من الرونق، ومكتسب طبعا تاريخي وموروث في اللاوعي إن أنا بقدر رجل الدين، وأن أنا أركن لرأيه وأطمئن إليه. حتى صغيرة برضو، إحنا عايزين فكرة الثقافة بتاعة الصحة النفسية وطلب الخدمة النفسية، إحنا بتنقصنا هذا الموضوع. لو أنا بلجأ بالنسبة 63% اللي هي خاصة بالأسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة، دي محتاجة إرشاد أسري وتوجيه نفسي بالنسبة للأسرة والأبناء، إرشاد تربوي، إرشاد أسري، إرشاد نفسي. وبعدين بعد كده لما نعمل الكلام ده كله، والله لو فاضل حاجة صغيرة محتاجين فيها فتوى دين نلجأ لفتوى دين. نعم أستاذ هاني، يعني أنا شايف إن ضروري يكون في تعاون ما بين كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية لبناء الوعي لدى الإنسان المصري، استغلال ثقة الناس في المؤسسات الدينية ومؤسسات التنشئة لبناء وعي حقيقي عند الناس. رسالة للناس بقى يا مولانا. الأخلاق اللي إحنا أمام تحدي أخلاقي كبير على مستوى الأسرة وعلى مستوى على كل المستويات. احنا عندنا تلتين الدين اخلاق، ولما بنيجي نتكلم عن حزم الاجراءات التي نتخذها للخروج من مشاكلنا لابد ان احنا نكر على اعاده الاخلاق. المصريين عندهم كنوز كامنه، يعني كنوز كامنه في تصرفاتهم مش عايزين نتخلى عنها، عايزينها تطلع مش تختفي. عايزينها تطلع مش عايزين نتخلى، مش عايزينها. الجدعنه، الشهامه، الطبق الدوار، الحاجات دي هي دي عمق الدين. فالاخلاق هذه الاخلاق الاصيله الحقيقه اللي هي تمثل الاخلاق النبويه او جزء من الاخلاق النبويه مش عايزين نتخلى عنها ابدا. أنا بشكركم شكرا جزيلا. إذا اللجوء لدار الإفتاء أمر يعني الحقيقة، يعني إذا أردت أن تستفتي فاذهب لدار الإفتاء، لا تذهب لأي شخص آخر، لا تذهب لأي مكان، لا الزاوية ولا الشيخ تاني ولا غيره. دار الإفتاء 107
هترد عليك. الدعم النفسي مهم جدا برضو في القضايا الاجتماعية، تقدر تروح للدعم النفسي، وبلاش فكرة وصمة ان انا اروح لدكتور نفساني. ده في مشكلة على فكرة في دار الافتاء في دكاترة نفسيين ايضا، فما فيش مشكلة. وايضا بالنسبة للأعياد للمسيحيين ميري كريسمس.